يشنف أسماعنا المنشد رياض العلوي، نستقبله معكم بالصلوات على محمد وآل محمد. من أين في من المكارم أبتدي، من أين فيك من المكارم أبتدي؟ يا ابن البتولة يا شفيعي في غدي، يا من إذا شع النبي بطيبة شع الحسين لنا بنور محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ابن البتولة أنت للعليا فم، والكل يصمت عندما تتكلم. أنت الذي حلف الزمان برأسه، لا شيء يجعلنا بكلك نقسم. اللهم صل على وراكم وراكم أجمع شوق في صدري، وأراكم وأراكم ومن عيني أشوفنكم، وراكم يا أهل البيت، يا أهل بيت النبي ماشي، يا أهل بيت النبي ماشي وراكم، وعلى حبكم عسل طعم المنية. أبد ما يفيد، أبد ما يفيد لا مشفى ولا طب، ولا طيب في حب حسين. أنا يا ليت لا طيب، لا طيب، لا طيب مثل عطرة عطر ماهب، ولا طيب لأنه سيدي جنان العلية. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا صبط الهادي أمر الله أمركم، أمركم يا صبط الهادي أمر الله أمركم، عذبكم يستوي عندي، ومركم ومركم يا ريت الله يوفقني، وأمركم وزورك يا شبل حامل حمية. وقاري وقاري سامع شعر في وصفك، وقاري يا طود الوفى الزلزل، وقاري وقاري أنا ملا صرت في حبك، أنا ملا صرت في حبك. وقاري أقرأ عليك كل صبح، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله عندنا هذه الجلوة وتساعدني في الرد إن شاء الله. في مولدنا ما في بعدين يا على هواكم تبون مولد إن شاء الله. ثلاثة هم حصننا الحصين، ثلاثة هم حصننا الحصين، منو؟ علي والعباس والحسين، علي والعباس والحسين. ثلاثة هم حصننا الحصين، ثلاثة هم حصننا علي علي والعباس والحسين، علي والعباس والحسين. آخ ثلاثة أهلا بهم ما لاح شعبان وهل بدربهم سرنا ومن سار على الدرب وصل، سار على الدرب وصل. خدمتهم غايتنا وقربهم كل الأمال، بلاؤنا في حبهم ألذ من طعم العسل، ألذ من طعم العسل. ثلاثة هم للعباد عين، ثلاثة هم للعباد عين، علي والعباس والحسين، علي والعباس والحسين. ثلاثة هم حصننا الحصين، ثلاثة علي والعباس والحسين، علي والعباس والحسين. آخ سبط النبي المصطفى أكرم أكرام كل البشر، والقمر العباس ما أجمله من قمري، أجمله آخ. والعابد السجاد في تيسيره والعسر، واكتملت لكربلا أغلى النجوم الزهر، أغلى النجوم. ثلاثة بهم على الجبين، ثلاثة بهم على الجبين، علي والعباس والحسين، علي والعباس والحسين. ثلاثة ثلاثة هم حصننا الحصين، ثلاثة هم حصننا الحصين، علي والعباس والحسين، علي والعباس والحسين. يا ربنا لنا أخذا بحق ثارهم، يا ربنا اكتب لنا أخذا بحق ثارهم، كيما نكون مرة مولاي من أنصارهم، مولاي من. وأنت يا محتفلين جعلت من أبرارهم،
وكل شعباني يتين وأنت من زوارهم وأنت إيه يا ربنا اكتب لنا أخذا بحق ثارهم كي ما نكون مرة مولاي من أنصارهم مولاي وأنت يا محتفلا جعلت من أبرارهم وكل شعبانية وأنت من زوارهم وأنت بإسمهم يصدق اليمين بإسمهم يصدق اليمين علي والعباس والحسين علي ثلاثة هم ثلاثة هم حصننا علي والعباس والحسين علي والعباس والحسين شعبان من نور الإمام نور نور وجبريل هلل للحسين وكبر ثاني ولد من فاطمة ومن ثاني ولد من فاطمة ومن وبحسين الفرحة نبديها خل نحتفل كلنا حتى لو مو في الماتم في البيت خلف الشاشات بس خل نحتفل كلنا بفرح ميلاده ونهني أم الوالدة وأجداده سيد وابن سيد وابو السادة من نسل العتر نواليها يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الله تعالى أن يهب لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها الحسين عليه السلام وكان مولده في شعبان في ثالث ليلة منه فلما وقعت في طلقها أوحى الله تعالى إلى لعيا وهي حوراء من حور الجنة إذا أراد أهل الجنان أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إليها أوحى الله إليها أن اهبطي إلى دار الدنيا إلى ابنة حبيبي يا النبي محمد واحضري ولادتها وكوني قابلة للحسين كرامة وتفضيلا
فلما قرب أوان ولادتها وأراد الله أن يظهر سر غيبه الخفي ويزين الدنيا بأنوار بدر غرته، أوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وزينها، وإلى مالك خازن النيران أن أخمد النيران على أهلها، وإلى الحور العين أن يتزين ويتزاورن كرامة لابن النبي وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتقديس والثناء على الله تعالى، وأوحى الله إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل أن اهبطوا إلى الأرض في قبيل من الملائكة. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. ولما هبطت لعيا على فاطمة لحق بفاطمة الحياء من لعيا، لم تدر ماذا تفرش لها، فبينما هي كذلك متفكرة إذ هبطت حوراء ومعها درنوك من درانيك الجنة، فبسطته في منزل فاطمة فجلست عليها. يا مستمعين النظام استعدوا للقيام لولادة الإمام، فبينما هي كذلك وإذا بالأنوار تتساطع في كل جانب ومكان، وإذا بها قد وضعت بالإمام أفضل الصلاة محمد وآل محمد، صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب، صلوات ربي على فاطمة الزهراء، صلوات ربي على الحسن والحسين، صلوات ربي على زين العابدين، صلوات صلوات ربي عليه صاحب العصر والزمان، إلهي عد صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، عدنا بعد هالهوسة سريعة ونختم إن شاء الله. ما نعوف حسين دنيا وآخرة، ما نعوف حسين دنيا وآخرة، ما نعوف حسين دنيا وآخرة، ما نعوف حسين دنيا وآخرة. مولد بشعبان وفراح شهر، شلون ذكرى معطرة لا من تمر، ريحة الياسمين وانفاس الزهر وفاح طيب العود وسط المجمرة. ما نعوف حسين دنيا واخرة، ما نعوف حسين دنيا واخرة. آخ شلون طلع حسين وياه القمر، والليالي يبين ضواء العصر، لجل هالشبلين لو طال السمر تفرح الزهرة وتضل متشكرة. ما نعوف حسين دنيا واخرة، ما نعوف
حسين ذكرى مولده فاحت بطيم، شلون منظر حفلتك زاهي ورهيب، كل شي يرخص لجل عينك يا الحبيب، والزلم مثل الحشر متجمهرة، ما نعوف حسين دنيا واخرة، ما نعوف حسين دنيا واخرة، نفرح الميلادكم كل الفرح، والموالي صدرها الليل انشراح، وبلبل الأفراح بوصافك صداح، نضوي ما بين الثريا والثرى، ما نعوف حسين دنيا واخرة، ما نعوف حسين دنيا واخرة. حاجة عندي بالله دقضون دخيل، أقسم بطاها النبي وجاه الخليل، وعلى طار حسين هالدنيا تميل، واقسم بموالي الموالي حيدرة، ما نعوف حسين دنيا واخرة، ما نعوف حسين دنيا واخرة. بغير الشهور هالدنيا ابتدى شعبان، مو بهلال واحد نور الأكوان بثلاث أقمار، سبحان الله يا سبحان، بثلاث أقمار سبحان الله يا سبحان، أقمار تضوي دنيانا، أقمار تضوي، أقمار تضوي دنيانا، علي السجاد والعباس القمر وحسين، مثل ذول الثلاثة تلقى والله وين، وجه الفرح كنهم خشم عين وعين، بالله نعوده ليحسدونا، بالله نعوده ليحسدونا، بالله نعوده بالله نعوده ليحسدونا، وجه الله لنقصده ساعة الشدات، وحبل الله المتين، وحبل الله الأبد ما نترك هيهات، وباب الله ندقة وتنقضي الحاجات، ها خوتها بيهم يا رب فرج لنا، بيهم يا رب، بيهم يا رب فرج لنا، بيهم يمر شعبان ويرجع والليالي طوال، ويتبدل وضعنا الأحسن الأحوال، يا الله يا الله بالحسين الوجيه، يمر شعبان ويرجع والليالي طوال، ويتبدل وضعنا الأحسن الأحوال، وتتحقق إلينا جملة الآمال، وكل الأحباب ترد لنا، كل الأحباب، كل الأحباب، كل الأحباب في يوم القيامة، في يوم القيامة الزلزلة والأهوال، بس والي النبي وحيدر علي والآل، والكل في مصيبة وانت خالي البال، وانت خالي البال،
والجنة والجنة للي ولاهم والجنة للي والجنة للي ولاهم والجنة أفضل الصلاة والسلام. أنشدت فأبدعت فلك الشكر الجزيل منا والأجر الجليل من الباري عز وجل. كل الشكر للمنشد السيد رياض العلوي على ما أتحف به مسامعنا.